بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أكاد أخفيها لتجزى
تجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى
ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي فأرسل معنا
قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحر أرك يا موسى؟ فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم
سحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى فطرنا
عدوكم وواعدناكم
No.
قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا يوم
ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا
أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم ورزق ربك خير وأبقى والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا قل كل
فستكون